تستعد اليخوت الفارهة في ولاية مولا التركية لشق طريقها إلى مياه البحر تزامناً مع استئناف الموسم السياحي لهذا العام عقب تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا. وتمتلك مولا أطول ساحل في تركيا بمسافة 1484 كيلومتر، وتحفل سواحلها بالخلجان الجامعة بين زرقة البحر والطبيعة الخضراء، وهي مجهزة بموانئ لرسو اليخوت. ومن أشهر شواطئ الولاية شاطئ مرمريس وشاطئ فتحية. الولاية الملقبة بجنة الأرض تضم المئات من اليخوت العائدة لرجال الأعمال وأثرياء أتراك وأجانب، وهي تستعد هذه الأيام لشق طريقها إلى مياه بحر إيجا ليستمتع مرتادوها بالهدوء والطبيعة الخلابة بعيداً عن ضوضاء المدن. في أكبر مرسى في تركيا بقضاء مرمريس أكملت اليخوت السياحية استعداداتها لاستقبال الموسم السياحي لهذا العام بعد أن تمت صيانتها وتحضيرها قبل شق طريقها في البحر. رئيس فرع غرفة التجارة البحرية في مرمريس يقول إن الطاقة الاستيعابية لمراسي مرمريس من اليخوت تصل إلى 2500 يخت. ويقول رئيس جمعية السياحة البحرية التركية أركان أوزداغ إن بلاده باتت تحتل مكانة مرموقة حول العالم في قطاع صيانة وإصلاح اليخوت، ويلفت إلى أنها تتم بمعايير دولية. وتعد ولاية مولا إلى جانب أنطاليا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تحصلان سنويا على النصيب الأكبر من السياح القادمين إلى البلاد.